بسم الله، هنبدأ إن شاء الله في كورس من الكورسات المهمة والحيوية في الفترة دي، سواء كانت للموبايل أبليكيشنز أو للويب أبليكيشنز عموما، وكورس الـ GIS أو الـ Geographic Information Systems، مركزين فيه على جوجل مابس، الخرائط الخاصة بجوجل. إن شاء الله فكرة الـ Free Course Edition إن إحنا هنعمل 2 Editions من الكورس. الإديشن الأولاني هيبقى للبيجنرز، للناس المبتدئين في أول مرة تسمع المعلومات دي، وتبقى معلومات عامة ومفترض الناس كلها تبقى عارفاها طالما هي بتحتك بالويب أبلكيشنز أو بالموبايل أبلكيشنز، وكده كده الجوجل مابس بتشتغل على الموبايل أبلكيشنز أو على الويب أبلكيشنز. فده الكورس ده هنسجله إن شاء الله كله بالكامل ونرفعه أونلاين فري، وبعد كده مش هنخش في الجزء الأدفانسد، المستوى الأدفانسد، إلا لما تبدأ الناس تشترك معانا الاول، الناس الانترستد بقى بالاريا دي او بالفيلد ده او بفكره الجوجل مابس والجي اي اس بتفاصيلها وعايزين يتعمقوا في الحته دي، هنبدا نجمع جروب ونبدا نعمل كورس بقى ونخش في الادفانس. اما لو كان الكورس الى حد ما في الجزء البيجنرز يعني ما لقيناش عدد كبير انترستد بالفكره دي وبالاريا دي وازاي يطبقها والكلام ده كله، يبقى هنتوقف عند الجزء الايه اللي هو للبيجنرز يعني. فهنبدأ نعمل الكورس على جزئين زي ما اتفقنا ان شاء الله، الجزء المبدئي المستوى الاساسي هنبدأ ناخده ان شاء الله كله بالكامل ونرفعه كله اونلاين مفيش مشكله فري، وهنبدأ نكمل الجزء الادفانسد بتفاصيله كله اكتر وتطبيقه على الموبايل وعلى الويب، وهنقول تفاصيل في الاخر الكورس ان شاء الله عن المحتويات المفترض تقدم في المستوى الادفانسد، ونجمع لمجموعه من الناس اللي هم يبدأوا يشتركوا في الكورس اللي هو الادفانسد بتاع الجزء ده. لكن دلوقتي مبدئيا نخش في الجزء ده ان شاء الله كده ببساطه. اول درس هناخده طبعا التوتوريالز كلها مجمعه من على التوتوريالز بوينت كمستوى بس مبدئي ان شاء الله، ومستوى الادفانسد هنتكلم فيه تفاصيل اكتر من كده. اول ليسن الدرس الاول بيقول وات ار جوجل مابس، ايه هي الجوجل مابس. نسيت حاجة، اللي عايز يشترك طبعا بيخش على صفحة الفيسبوك وهيلاقي بقى لينك للناس اللي عايز تعمل ريجستريشن للدورة المتقدمة، يعني facebook.com/7istpage جواها ان شاء الله هتلاقي اللينك بتاع ازاي تشترك. What are Google Maps؟ Google Maps ببساطة جدا هي free web mapping service، خدمة بسيطة جدا مقدمة على الويب من خلال شركة جوجل، وبتقدم لنا فيها provides various types of a geographical information، بتدينا اشكال مختلفه تماما او انواع مختلفه من البيانات او المعلومات الجغرافيه. Using Google Maps، باستخدامنا جوجل مابس وان كان ممكن نقدر نعمل research for places، ندور على الاماكن او نقدر نجت الدايركشنز الاتجاهات، نقدر نشوف الاتجاهات من one place to another place، نقدر نشوف الاتجاهات direction من مكان الى مكان اخر. دي طريق دي او دي امكانيه. من الامكانيات الاخرى انك تقدر تفيو اند تنافيجيت، تشوف وتقدر تتنقل ثرو هوريزونتال اند فيرتيكال جيوغرافيك ستريتس، او بنقول بانوراميك ستريتس اللي هي بالشكل البانورامي يعني شكل طريقه من طرق العرض، في ليفلز مختلفه وايمجز من فيريس سيتيز من مدن مختلفه اراوند ذا وورلد من خلال العالم كله. من برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نعملها مع جوجل مابس نجيت سبيسيفيك انفورميشن، نجيب معلومات محدده زي مثلا ترافيك ات بارتيكولار بوينت، ترافيك اللي هو الضغط المروري لمنطقه معينه. جوجل مابس برضو بتبروفايد ان اي بي اي، ودي اللي هنشتغل عليها كلها، تدينا حاجه اسمها اي بي اي ابلكيشن بروجرامنج انترفيس، ودي اللي هنستخدمها عشان نقدر نكستمايز، نقدر نظبط الماب زي ما احنا عايزين، ونخلي المعلومات الانفورميشن ديسبلاي زي ما نظبطها طبقا لوجهه نظرنا احنا. يبقى دي من اهم الحاجات الاي بي اي اللي موجوده اللي احنا من خلالها هنقدر نستخدمها عشان نظبط كل المعلومات اللي بتتعرض والشكل اللي بنعرضه. واحنا في الجزء ده ان شاء الله بنشرح ازاي نلود او في الليسون ده تعال نشوف ازاي نستخدم الاي بي اي ديت، نستخدمها في اتش تي ام ال بيج مع شويه جافا سكريبت بسيطه عشان نقدر
يعني نعرض ما في الستيب الاولانيه عشان نقدر نلود الماب على ويب بيج. اول حاجه نكريت ان اتش ام ال بيج. طيب عشان نكريت اتش ام ال بيج المفروض نستخدم اي برنامج من برامج بتاعه التكستنج اللي بنكتب بيها الاي دي اي، يعني اللي بنكتب بيها اديتورز، اللي بنكتب بيها اتش ام ال، اي برنامج عندك، حتى لو نوت باد، حتى لو نوت باد بلس بلس، اي برنامج عندك. او مثلا انا بحب اشتغل مثلا ببراكتس. براكتسز من الابلكيشنز الفري الجميله اللي بتساعدنا في ان احنا يعني نكتب HTML و CSS و JavaScript، ونقدر نعمل بيها، نقدر نضيف فيها كمان حاجات يعني plugins خاصة بحاجات كثيرة في HTML5 ومتعلقاتها. طيب فتحت كده، هوقف ده، هنيجي كده نقول بقى عايزين نعمل فولدر للابلكيشنز بتاعتنا، فاقول له open folder و وادور في مكان بقى اثبت فيه الشغل بتاعي. سميته جي اس اكزامبلز. وعملت فولدر سميته واحد او سميته ليسن 1. ماشي كده جوه ليسن 1 انا. وجيت اعمل نيو فايل جديد، وعايز اعمل اول حاجه في HTML قلت اعمل دوك تايب اللي هو نوع الملف، قلت ده HTML، ده اول فاصل تعريف، وبعرف صفحه ال HTML واقفل بسلاش HTML. تمام، وعندي صفحه ال HTML البيج بتاع ال HTML مقسومه لجزئين، جزء الهيد وجزء البادي. قمت جاي هنا عامل هيد وادي سلاش هيد، ده الجزء بتاع الهيد وده الجزء بتاع البادي. طبعا البريكويزت بتاعت الكورس انك تبقى عارف يعني خلفيات HTML بسيطة وشوية جافا سكريبت بسيطة. كده سايب الملف، قال لي هتسميه ايه؟ قلت له لود ماب. خلاص وسيفت. ادي الملف بتاع اللود ماب. خلاص كده عملنا اول ايه؟ اول خطوة عندنا اكريت HTML بيج. خطوة 2 لود الاي بي اي، عايزين نحمل الاي بي اي او انكلود الجوجل ماب اي بي اي اللي هو بالنادي على الملفات اللي مفترض تساعدنا في ان احنا نقدر نشتغل على جوجل مابس. وده بسهوله جدا نقدر نكتبه بسكريبت بسيط، باستدعاء بسكريبت بسيط في الهيد، بنسرع دايما في الهيد وبنكتب المعلومات اللي احنا عايزينها في البادي. عندنا سكريبت عشان اكتب بجافا سكريبت. تمام، وادي سلاش سكريبت، هقول هنا ان في كود سكريبت، كود جافا سكريبت، هو والكود ده انا مش هكتبه لان هو موجود اصلا على جوجل، انا عايز استدعيه بس. فاقول له اس ار سي اللي هو السورس او المسار بتاعك اللي انت هتجيب منه الملف ده، وقلت له على اتش تي تي بي كولون وبعد كده سلاش ومابز دوت جوجل اي بي ايز خلاص دوت كوم، منها على مابس عشان اخش على المابس سلاش اي بي اي، عايز اخش على الاي بي اي بتاعتها سلاش جي اس عشان اجيب ملف جافا سكريبت. كده انا استدعيت ملف جافا سكريبت المعمول اللي عاملاه جوجل، وبقى مستعدين، بقينا مستعدين في الصفحه هنا نكتب اكواد بتنادي على الكلام الموجود جوه ملف الجافا سكريبت اللي عاملاه لنا جوجل. تمام، وبكده نكون احنا عملنا اللود ذا اي بي اي، عملنا لود للاي بي اي. تالت حاجه كرييت ذا كونتينر. ايه الكونتينر؟ عشان نقدر نهولد المابس او نقدر نحط الماب جوه حاجه او ستريت جوه حته، لازم نحط كونتينر اليمنت اللي احنا بنسميه ديفايه. خلاص ديف، وده جنريك كونتينر، ونستخدمه بغرض ان احنا نحط جواه او نعرض جواه الماب. خلاص تعال نعمله دوت. هم جايين في البادي، تعمل ديف بادي سلاش ديف. خلاص جيت في الديفا دي اللي هي المفروض هنعرض من خلالها الماب، هديها اي دي، اديها اسم، سميتها ماب 1
خلاص وعملت لها ستايل سي اس اس بسيط خالص، حدد فيه بس العرض والطول بتاعها. قلت له ان انا عايز ويدث مثلا 900 بكسل سيمي كولون، خلاص يبقى الويدث 900 بكسل، والهايت نقول مثلا 580 بكسل. تمام وخلاص كده احنا حددنا الكونتينر بتاعنا. طبعا يعني احنا لو رننا دلوقتي مش هنشوف حاجه، بس انا لو عملنا مثلا باك جراوند كالر اديتها مثلا يلو، خلاص وحبينا نرن كده الملف بتاعنا ده، احنا ممكن ما عندناش مشكله ان احنا نرنه دبل كليك عاديه. هنا مش مسايب الملف دوت ايه، عشان كده ما عرفش يرنه، عشان كده مش شايفه. يعني الملف اسمه لود ماب، بس لود ماب ايه هو مش شايف. انا هغير لود ماب دوت اتش تي ام ال، خلاص ما لود ماب دوت اتش تي ام ال، عشان يبقى فاهم ان دي صفحه اتش تي ام ال عاديه. وادوس هنا كده هيرنها لي على البراوزر زي ما احنا شايفين. ادي الحته اللي المفروض هيطلع فيها الماب بالطول وبالعرض ده، واحنا بدينا خلفيه طبعا صفرة عشان نميزها عن باقي الايه. يبقى ده كونتينر، ده الايه الكونتينر. طبعا مش عايزين الخلفيه الصفرة دي خالص، احنا بس كنا مجرد عشان نقدر نفرق بس. طيب عدينا المرحله الستيب رقم 3 وهنخش على ستيب رقم 4. ستيب رقم 4 ان احنا نعمل حاجه اسمها ماب اوبشنز. ايه الماب اوبشنز دي بقى؟